Il y a pas l'ambassade. Oui. Dans l'étage, t'as cru. Allô? Dans l'étage, t'as. قلت شنو هو النيتاج خويا عايشك يرحم والديك شنو التمساح هذا يستنى فيا انا لا غلطت في النيتاج انا شنو غلطت انقذني عطنا هذا هبط والدي عطنا هبط مزيان على الطريق اسمعني عايش خويا كايجا ايجا شوف الحكايه شنو عايش خويا الاسانسير دي لا ما بعرفش انا لا مسيو مسيو سي فو بلي وا ساج لا فيك تي كوبي Pardon. C'est la fiche qui est institué là. Vous avez une image d'attendre la française, j'attends un peu, c'est quoi ce délire là? Vous allez descendre ou pas, monsieur? Oui. انزل على التوش كيف لا سونسور ترى توك ما نجيبش لابط كان كيف يا ولدي انا تهبطني انت باش تهبطني تكلم الحمايه الشرطه دي يا ولدي يز يا عشبه يز كلم الشرطه عايش خويا شنو الورقه حطوا زي ما تاش يا ولدي تمساح باش ياكلني شنو الحاله هذي شنو شكون تمساح خويا انزل على دوزيام ايتاج تنهبطك عايش خويا انزل على دوزيام ايتاج تنهبطك انزل على دوزيام باش نجي نهبطك ما نجيش نهبطك انا هكا يا ولدي متبلوكي الواحد هو خلت شو اللي متبلوكي لسا... او انت يا سي بون سي بون سي بون الحمد لله هاي الحمد لله ان سي بون ان شاء الله سي بون احنا نقول ما هي مازالت مطوله الحكايه يعني اما نموت في الاسانسير ولا هيك اللي تمسح يا سي عباس سيدي ثم بروبليم في الاسانسور هاو سي بون باش نكلم الاسيستونس يجي يقول لي بروبليم يا ودي انا اسانسور ولا واحد يا ودي فما كاتاستروف مش بروبليم وي تونطون لا اوكي خويا خويا يا توت سويت يا توت سويت سي كوا سا بو كيف في المرة يا توت بزيت نخاف منك انا تمساح قدام وي سا يا ولدي باش نموت يا ولدي باش نموت باش نموت باش نموت سيد 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 يا باش نقتلك كيف وديت يا ولدي عايش خويا يرحم والديك جبت الفاندر لا يا ولدي تو تبانس علي انت عربي تحكي فرنسي خويا سيل فو بلي سيل فو بلي سي بون سي بون سي بون اوكي وي راه تاعك ليا خويا اسمعني عندي مشكلة تعقل سمير بدا يفقد في برود الدم لكن مازال ما شاف شيء واعصابه باش تزيد تتوتر اكثر بعد الفاصل فجعة اليوم بالوفي زاد والله والله نجم نقول لك اكبر فجعة عشتها في حياتي ما سبقش اني تعرفت على التمساح ولا واجهت التمساح ولا صفت التماسيح البشرية حتى كي يحكي له يقول لك عبد حل سنسور لقى تمساح ما تصدقش والله ما تخيلتها في حياتي نبدا في وجه لوجه مع التمساح ورايا لاسانسور وقدامي التمساح وحل فم التمساح وعندي خيارات معناها يا اما يتيح بيا لاسانسور يا اما ياكلني التمساح يا اما معناها لطفي تموت في الاسانسور ولا كما قلت انت قلت يموت في الاسانسور يا ياكلني التمساح بالضبط اما العمليه متقنه برشا لدرجه ان واحد ما ينجمش يشك اون بليس حتى لو كان واحد في باله كاميرا كاشيه
يلقى روحه قدام تمساح ما تعرفش عليه يجي منكز عليك وبرا كاميراك الراجل يحلو في فمه ويجبد له تمساح حي معناها معنا انت خممت قلت تنجم تكون كاميرا كشي لا ما خممتش خاطر وقت اللي كلموني قالوا لي تورناج انيلي تورناج انيلي وانا وصلت للاك تزيد وليت تسب قلت سي با نورمال ماهمش بروفيسيونيل مسار وكالعاده معناها شلكونا بعد كي يعني العمليه متقنه معناها هاو باش نحضرنا رواحنا سي بون زدنا كاميرا ما نعرف شنو تصدق سي تحت في البيج لو احنا كنا نخمو كان زيدوك درجه اخر كان زيدك درجه اخر لا درجه اخر يا اما جو بريفير الحل الوحيد اللي باش نعمله نكسر الاسانسور يطيح بيا خير من نموت في كرش تمساح معناها جو كروا الطف برشا وموت تتقبل اكثر تو من الضيوف اللي تعداو عليك الكل في صراحه راح فماشي واحد تتمنى انك تشوفه في الموقف هذا سمير ديلو سمير ديلو أي. سمير ديلو خطر التمساح نتاع الحكومه انا خممت في حاجه واحده قلت انا انسان عندي شويه برنامجي عامل شويه مشاكل عامل شويه بونتوات وشويه اعداء شويه حسابات سياسيه وميليشيات والازلام والفلول وكذا وبرشا حاجات قلت يا خويا ينجموا يستدرجوني باش يعملوا بعد زيارة القصر فما شكون تو كل شيء ممكن في تونس تموت بتمساح بتزيد بحنش بمدفع كل شيء ممكن أيوا الأسئلة الموالية سي تمساح إن شاء الله فيما أهم تمساح ما أهم ميرسي بوكو جي في ديسوندر 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 جي في